وجها لوجه وقف موسى وأبو الفتوح في مناظرة تلفزيونية رئاسية وربما ساخنة، فهل كان التاريخ يصنع بالأمس؟ هل اقتنعتم بما جاء في المناظرة؟ وكيف تقيمون أداء الاثنين؟ مشاركاتكم تحرك حوارنا ويتابعه إلكترونيا محمود منسي. محمود، هذا صحيح محمد، وسنتعرف معكم لاحقا على مجريات الحوار الإلكتروني، كما نتعرف على نتيجة استفتاء اليوم وسؤاله: من المستفيد الأكبر من أول مناظرة في انتخابات رئاسة المصري؟ تابعونا. شكرا محمود، حوارنا يبدأ بعد قليل. حوار جديد مع محمد عبد الحميد، أهلا بكم. كانت فناجين القهوة رفيقة لكثيرين بالأمس، تساعدهم على البقاء يقظين حتى الثانية صباحا، فلا مجال للنوم لأن الحدث كان استثنائيا إعلاميا وسياسيا كذلك. لأول مرة في مصر وربما في بلد عربي نظر على الهواء مباشرة بين مرشحين لرئاسة الجمهورية، فيها أخذ ورد لها قواعد صارمة، وفيما المرشحان عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح يقفان لساعات، المواطن يجلس استرخاء في بيته مستمعا مقيما. سيل تلاها وأثناءها من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن التغريدات على تويتر: من رأى أداء ضعيفا، من رأى مشروعا اقتصاديا ربحيا بالأساس، ومن رأى فيما رأى سببا لحسم أمره باسم مرشحه. وتبقى المحصلة بين كثيرين من هؤلاء أن تغييرا للتاريخ كان يصنع، ولكن هل هو حقا تغييرا إيجابيا مؤثرا؟ إقامة المناظرة في حد ذاتها هل هي تطور ديمقراطي؟ ما بين موسى وأبو الفتوح هل من رابح وخاسر؟ ثم المواطن هل اختار منهما أحدا أم قرر ألا يكون صوته لأي منهما أم يبقى حائرا؟ شاركونا الحوار عبر فيسبوك وتويتر وعلى موقعنا الإلكتروني كذلك، وهاتفيا على رقم 00442077650211، وكذلك نصيا بالرسائل القصيرة على 00447930407. البداية من قلب القاهرة، مكان الحدث، حيث استطلعت كاميرا بي بي سي آراء الشارع في أول مناظرة رئاسية تشهد انتخابات مصر. عجبتني إلى حد ما، وكان الأسئلة فيها صراحة، وده ناخد ديمقراطية زي النظام المتقدم أمريكا وأوروبا، وأول مرة بصراحة في مصر والوطن العربي نشوف مناظرة بين رئيس ورئيس محتمل. فطبعا كل ده عشان كل واحد يخرج برنامجه، والناس العادية والناس البسطاء يعرفوا ده برنامجه بيقول إيه وده بيقول إيه. هم أدائهم مش هقدر أحدده، لأن أنا طبعا الاثنين دخلوا في حوارات مع بعض، وأنا استفاد منها أو إيه اللي أنا استفاد منه؟ ما قبل كده برضو حصل بالنسبة لمجلس الشعب، ومجلس الشعب عمل إيه؟ ولا حاجة. وأنا شايف المرحلة دي محتاجة رجل دولة قوي، رجل عنده علاقات دولية، رجل جوه المطبخ، فكل الكلام ده ينطبق على عمرو موسى. كانت مناظرة جميلة، وبعدين أنا مقتنع جدا بأبو الفتوح، وبإذن الله هرشحه وهنتخبه. لا، I was disappointed الحقيقة، كان عندي خيبة أمل الحقيقة فيهم هما الاثنين. كانت كويسة، بس أنا كنت متوقعة دكتور أبو الفتوح يعمل حاجة أحسن من كده، أو يبقى آراؤه أحسن من كده، ويعرف يرد يعني بطريقة أحسن من كده. هي يعني بصراحة كفكرة، كمناظرة يعني فكرة أفضل بكتير من أنت تجيب تستضيف واحد بس في برنامج. لا يعني، وبرضه يعني لو كانت أكتر من اثنين كانت تبقى أفضل. عشان أبو الفتوح واضح جدا للناس، عمرو موسى مش واضح خالص. بصراحة لا، ما كانتش على مستوى خالص. يعني دي كانت عبارة، معلش ما تزعليش مني، دي وصلت ردح. الاتنين بيردحوا البعض، والضحية احنا. ما شفتش اي حاجة بتوجه للدولة وللبلد، كل الكلام كان ده بيطلع في عيوب ده وده بيطلع في عيوب ده.
هذه النقطة تحديدا ربما طرحها كثيرون، ما يتعلق بأن هذه المناظرة ركزت بشكل كبير على العيوب في كلا المرشحين، كل طرف يحاول إظهار العيوب في الطرف الآخر ولم يقدم برنامجه هو أو يقوم بالتسويق لأفكاره. لكن العينة التي تم جمعها أو استطلاعها في مصر رصدت كذلك تفاؤلا بفكرة المناظرة، هناك ملحوظات بلا جدال، لكن مجرد الفكرة في حد ذاتها تعتبر تغييرا كبيرا وبداية ربما تكون حقيقية لواقع سياسي مختلف ونمط جديد في الشارع السياسي المصري. هل يتفق رأيكم أنتم أيضا مع ما ذكر في هذه العينة؟ أتحول سريعا لمشاركات هاتفية على الهواء مباشرة، ومعي نبيل، معي صابر، إيهاب وفتحي. أبدأ معك صابر، وأنت بشكل عام الفكرة في حد ذاتها أن يكون هناك مناظرة بين مرشحين للرئاسة ويختار المواطن بينهما، كيف رأيتها؟ طبعا هي فكرة جيدة جدا في بلد وليدة، في بلد وليدة على الديمقراطية، في تجربة الأول مرة بتتم في مصر والوطن العربي، أجدها فكرة جيدة جدا في هذه المرحلة. أولا بداية قبل ذلك أحب أن أشكر سيادتك على استضافة البرنامج. أهلا بك. وثانيا أحب أشكر ثورة 25 يناير اللي وصلتنا لهذه المرحلة من الديمقراطية ومن الحوار الجيد ومن المناخ الجيد في هذه المرحلة. مرحلة المناظرة ما بين اثنين المرشحين فكرة جيدة وممتازة. طيب، لكن ما هي النقاط التي رأيتها ربما كانت تحتاج إلى تطوير أكثر في المناظرة حتى يمكن الأخذ بالاعتبار فيما يتعلق بهذه النقاط حال كررت التجربة ربما؟ أولا يكون الوقت بتاعها قليل، وقت المناظرة قليل أقل من كده، ويكون الأسئلة مباشرة ودقيقة أدق من كده، يعني يكون الهدف منها هو الوصول للهدف والغاية ان احنا نوصل للمواطن البسيط كيف عمل المرشح في الاربع سنين الجاية، وكيف المشروع يكون مشروع حلم يجتمع عليه كل فئات الشعب المصري. طيب، وهذا هذا لم يتحقق اذا في هذه المناظرة صابر، اليس كذلك بإجازة؟ طبعا انا عايز مشروع، انا عايز مشروع يكون مشروع حلم. طيب، ما يكونش مناظرة لمجرد المناظرة. طيب، دعني أذهب للسيد نبيل عثمان، يتحدث إلينا الآن عبر الهاتف من بني سويف. السيد نبيل هو مسؤول بحملة السيد عمرو موسى. السيد نبيل، بداية أهلا بك، كنت أريد أن تكون معي صوتا وصورة لكن أعلم أنكم متواجدون الآن في بني سويف لمزيد من النشاط الخاص بحملة السيد عمرو موسى. استمعت أنت لصابر والنقد الذي وجهه لمناظرة الأمس، هل من رد؟ أولا يا فندم أهلا وسهلا، وإحنا كمان كان يعني كنا بقى معاك وصوت وصورة، بس زي ما حضرتك قلت إحنا في جولة وثابت من بدري جدا، يمكن بعد المناظرة نقدر نقول بست ساعات في مدينة بني سويف. طيب، بالنسبة لسؤال حضرتك إن النقاط اللي هي ممكن تكون سلبية أو نقاط النقد للمناظرة، أنا برضو أحب يعني أأيد سيد نبيل. ما زلت معي؟ أنا مع حضرتك. طيب، يعني عذرا لأن واضح أن هناك مشكلة في الاتصال، صوتك يأتي ويذهب، لكن تفضل، أنت ما زلت على الهواء. يعني أنا بأيد، ويا ريت يكون الصوت بقى أحسن، أنا بأيد طبعا زميلي اللي موجود مع حضرتك، إن يعني فضل يرجع طبعا للدرجة الأولى للثورة اللي خلت حدث زي دوت بسلبياته أو إيجابياته يبقى موجود أساسا في جمهورية مصر العربية. وأنا أتخيل يعني من مش عايز أقول نقاط سلبية، بس يعني لأن التجربة هي تجربة أولى بالنسبة للشعب كله،
كان في حاجات ممكن انها تتناقش بالديتيلز بتاعتها او بالتفاصيل بتاعتها اكتر من كده، زي البرنامج عن الصحه، زي البرنامج عن التعليم، وده كان عمرو دين ممكن يقول فيه كتير، لكن لدي طيب. الوقت اتخيل ان ده ما كانش طيب. لكن بعد مناظره امس سيد نبيل، جريده الشروق المصريه وفي عينه قالت انها وزعت على محافظات كثيره في مصر، قالت ان ابو الفتوح ربما يتقدم بنسبه 3% على السيد عمرو موسى. هل هذا تأثير مناظرة الأمس أم ماذا؟ والله يا فندم، هو الستاتستكس أو الإحصائيات اللي ماشية كتير، يعني في مركز الأعراب للدراسات، في حاجات بتطلع من جريدة المصري اليوم، فالإحصائيات طبعا بطريقة الحال بتبقى كتير، في منها بيقول إحنا المرشح بتاعنا السيد عمرو موسى متقدم، في احصائيات بتبقى دقيقه اكثر، بتبقى واقعه احنا سلاح متقدمين سنة، لكن الدكتور هتروح ممكن في اريا ثانيه او في متقدم سنة، فدي برضو بشوفها احصائيات دقيقه. لكن انا لا اتخيل ان بعد مناظره امبارح، وده راي الحمله تماما، الدكتور ابو الفتوح ممكن يكون تقدم بال 3%. طيب ابقى معي، اتحول الى ايهاب جاد، هو يتحدث الينا من الكويت. بشكل شخصي إيهاب، ما بعد الاستماع لمناظرة الأمس، هل ساعدتك المناظرة على حسم رأي ما أو الوصول إلى وجهة نظر فيما يتعلق بالمرشحين؟ تمام. أولا أنا برحب بحضرتك وبوصف برنامج نقطة حوار. أهلا بك إيهاب. أذهب سريعا لإجابة سؤال حضرتك. أكيد هو المناظرة كمبدئيا، فكرة إقامة مناظرة هي أكيد حقيقة شاخصة يراها الأعمى إن أراد أن يرى، أنها لم تكن فكرة مطروحة قبل 25 يناير، فإقامة المناظرة مبدئيا من حيث المبدأ هي أكيد شيء إيجابي. نحول لسؤال حضرتك، هل هو ساهم بشكل أكبر أن أنا أحدد صوت هيروح لمين؟ أكيد لا، لأن المناظرة بدت بفكرة أنه المرشحين بيقوموا بتسويق نفسهم ليا، أنه يميل كفتي أن أنا أدي صوت الواحد منهم، لكن في نفس الوقت هم أتيح ليهم أنهم في 9 أسئلة انه يفند او يقول اخطاء بالنسبه لوجهه البرنامج المرشح الاخر. الاثنين فشلوا في ده تماما، ووصل الموضوع انهم يتنبشوا، وصل لنبش في الماضي، ده بيوصل لاخطاء ده في الماضي وده الاخطاء ده في الماضي. انا ارى اذا كان واحد منهم يرى نفسه انه هو برنامج وهو المطروح وهو الافضل، انه كان يقول ايه النقاط السلبيه في البرنامج الاخر، لان احنا قبل 25 من يناير لو يفتكروا ان في 2005 كان برنامج حسني مبارك اكيد احسن من الاثنين. مصر طيب. كلها ما سمعتش غير كلام. فكره التركيز على الماضي اكثر من التركيز على المستقبل وطرح برامج، وربما فكره ايضا التلاسن التي اشرت اليها واشار اليها بعض المشاهدين سواء على الانترنت او حتى في مشاركات اخرى، نقطه مهمه سيد نبيل الكثيرون يتداولونها، هل من رد ايضا منكم على هذه النقطه؟ بص يا فندم، كمناظرة أولى وزي ما قلنا إنها أول حدث أول مرة يحصل، لازم يبقى في تركيز بطبيعة الحال على المرشحين، السي في بتاعهم في الماضي كان عامل إزاي، اتجاهاتهم السياسية والفكرية عاملة إزاي، وأنا شايف مع حضرتك إن دوت طغى يمكن سنة على المناظرة، ولو دوت كان طاغي أنا شايفه إنه كان من شوية من ناحية أكتر من ناحية الدكتور أبو الفتوح، إن هو كان تركيزه عالي جدا طول المناظرة على الماضي. يعني أنا أتخيل إن الدكتور ذكر كلمة نظام مبارك ما لا يقل عن يعني 35-40 مرة. طيب، السيد عمرو موسى أيضا وجه لأبو الفتوح اتهام العلاقة بجماعة الإخوان المسلمين وأنها ربما ستكون مؤثرة في الرئاسة، حال وصل هو إلى مقعد الرئاسة أكثر من مرة. والله يا فندم، هو الـ 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 العلاقة دي مش اتهام، هي العلاقة دي حقيقة على الأرض وحقيقة تاريخية. يعني زي ما بنقول إن السيد عمرو موسى كان وزيرا للخارجية في فترة من كذا لكذا، وأني عارف جامعة الدول العربية في فترة من كذا لكذا، فالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح محسوب عليه إن هو قضى 37 سنة من عمره في جماعة الإخوان المسلمين، فأنا ما أتخيلش إن ده كان اتهام. طيب، لكن لماذا تعتبر إذن علاقة السيد موسى بالنظام السابق اتهاما، ولا تعتبر علاقة أبو الفتوح بجماعة الإخوان المسلمين اتهاما؟
انا فندم بصحح تاني، انا ما بعتبرش الفتره اللي قضاها السيد موسى في النظام اتهام، دي برضو فقره مش هتقدر تنفيها من التاريخ، بس برضو التاريخ وبحسبة الارقام بيقول ان نظام حسني مبارك ده احنا ما كناش في اول 9 سنين فيه ولا اخر 11 سنه فيه، احنا كنا موجودين 10 سنين في اكتر واكبر فترات ازدهار وزاره الخارجيه في مصر، فطبعا احنا ما بنعتبروش اتهام. طيب اتحول معك الى فتحي عيد من الاسكندريه. فتحي، هذه المناظره وبمجرد انتهائها وحتى وهي على الهواء كان بشانها الكثير من التعليقات على الانترنت وحتى ما بين الاصدقاء او للتعقيب على ما جاء فيها، ربما اكثر النقاط التي ذكرت ان المواطن المصري لن يغير ما هو مقتنع به بسهولة عن طريق مناظرة تلفزيونية، هل تتفق مع ذلك؟ دعنا الأول في محمد نتفق أن المناظرة هو أسلوب جديد على حياتنا السياسية في مصر الثورة، وأن المناظرة في حد ذاتها تعتبر جيدة إذا اعتبرنا أن دي أول مناظرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية. اللي أنا أحب أقوله اللي احنا شفناه من المناظرة أو اللي استنتجته أنا كمواطن مصري بينظر للمرشحين بعد الثورة، أن الاثنين المرشحين واحد فيهم بيمثل فصيل وطني او المعارضه الوطنيه اللي عرضت النظام بكل مساوئه طوال هذه السنين، وان الاخر بيمثل جزء من النظام. لا ننسى ان الفساد لم يكن فساد مالي في عهد مبارك، ولكن كان في فساد خارجي خرب قضايانا القوميه. والوزاره الخارجيه التي خربت القضايا القوميه العربيه هي وزاره الخارجيه في عهد عمرو موسى او عصمت عبد المجيد او ابو الغيط او غيرهم اللي حملوا حقيبة الخارجية المصرية. إذن فالفساد لا يتركز على فساد مالي، هذا فرق أو هذا نهب، لكن في خراب أكثر عام القومية العربية والوطن العربي، وهو فساد القضايا القومية العربية اللي احنا بنعاني منها حتى الآن. طيب هذا فيما يتعلق بالجزء الخاص بالسيد عمرو موسى، هذا فيما يتعلق بالجزء الخاص بالسيد عمرو موسى، لكن ماذا عن الدكتور أبو الفتوح؟ الدكتور الفتوح يعني احنا لنا ليس لنا اعتراض جوهري عليه، لانه في النهايه هو احد رجال المعارضه المصريه، سواء كان محسوب على الاخوان المسلمين نتفق معاه او نختلف، لكنه في الحقيقه هو كان من رجال المعارضه المصريه الحقيقيه التي ظلت طوال 40 عام لكن او اكثر. اكبر اعتراض ربما فتحي يساق ان الدكتور ابو الفتوح هو شخصيه جيده بالتاكيد، لكنه شخصيه جيده كفائر، هو يفتقر الى خبره سياسيه قويه حقيقيه تتوافر ربما لدى السيد عمرو موسى. هل هذه او وجهه النظر هذه وارده، تتفق انت ايضا معها؟ الخبره السياسيه والممارسه السياسيه، اذا كان الاستاذ عمرو موسى ما نجحش ان هو يصحح الحياه السياسيه او العداوات او الخلافات المصريه، فهو مش لا يستطيع ان الذي لا يستطيع ان يكون له راي مؤثر وهو في موقع المسؤوليه، لا يستطيع الان وهو في زخم ثوري لن يكون عليه اجماع وطني ان هو ينفذ سياسه خارجيه. وبالتالي لما يكون الاختيار من بين فصائل الثوار بكل اختلافاتها، ليس السيد انا ما بتكلمش على السيد ابو الفتوح بالتحديد ان هو يكون رئيسا او ذاك، ولكن بمثل طيارين او فريقين، فريق حكم مصر سنوات وسنوات جرفها من كل شيء، وفصيل اخر حتى لو كان عنده ليس عنده خبره سياسيه عميقه في المسائل الخارجيه لكنها مكتسبه. اين كان عمرو موسى عندما بدا مندوبا لمصر او ممثل للامم في الامم المتحده؟ طيب. هذه خبرته اكتسب. طيب شكرا فتحي، وبهذه النقطه تحديدا اتحول للسيد نبيل. وفي تعقيب سريع سيد نبيل، ما ذكره فتحي ربما يتعلق باراء ربما ترى ان الانتخاب في الانتخابات القادمة حتى وإن لم يكن موجها ضد السيد عمرو موسى أو كرها لشخص السيد عمرو موسى، فربما يكون فقط موجها إلى كل ما له صلة بالنظام القديم، بمعنى أن موسى ربما يكون صالح ولكن مجرد أنه عمل في ظل النظام القديم فلن يتم اختياره. هل تخشون من هذه الصلة؟ والله يا فندم بالمره مفيش خوف من دوت، لان الناس هنا في مصر، انا احب برضو اقول للاستاذ اللي بيتكلم
ان الناس هنا في مصر، مصر بلد كبيره تمام، احنا عمالين بنتكلم اخوان وليبراليين ومسميات كبيره جدا. احب اقول لحضرتك ان الفلاح المصري والراجل البسيط المصري هو لا ينتمي للاخوان بقريب او من بعيد تمام، ولا يعني للاسف يعرف يعني مفهوم كلمه ليبرالي بالضبط، لكن الراجل البسيط ده في مصر يعرف كويس جدا المفهوم القومي تمام، يعرف كويس جدا يعني ايه المفهوم الوطني المصري تمام. فدوت مرشح او نوع مرشح احنا طبعا هنعمل ايه بشكل. لكن فتحي، فتحي انتقد، فتحي انتقد الآن أداء السيد عمرو موسى حتى فيما يتعلق بهذا المفهوم الوطني أو القومي أثناء فترة تواجده في المنصب، وقال إنه من لم يستطع أن يؤدي بشكل قوي وفعال في أثناء النظام السابق لأيا كانت الأسباب فكيف سيستطيع أن يؤدي وهو رئيس؟ ألا تخشون أن يكون هناك أكثر من فتحي أو من يتبنى وجهة نظر فتحي؟ والله يا فندم انا برضو التاريخ لا يمحى يعني، وده انا عايز اكده تاني. في سنه 2000 لما تم اقصاء السيد عمرو موسى عن النظام وبطريقه بينه قدام بلدنا كلها تمام، دي كانت فقره من معارضه السيد عمرو موسى للنظام بطريقه واضحه جدا تمام، في قبل حتى الثوره بسبع ايام منها في اجتماع وزراء الخارجيه العرب شرم الشيخ، مشهور جدا لما حسني مبارك خبط على الترابيزه اللي قدامه وقال مصر مش تونس، وما كانش فيه غير السيد عمرو موسى اللي قال له ثوره تونس ليست بعيده عن هذه القاعه تمام، دي بالبلدي عندنا يعني نقول في مصر يعني دي تحت رجليك تمام. فالمعارضه السيد موسى البينه للنظام دي ما حدش هيقدر يناقشها، عشان كده احنا ما بنخافش او رد على سؤالك من النقطه دي خالص. اما بان وقت حضرتك قصير ان احنا نتكلم على انجازات السيد موسى تمام في وزاره الخارجيه، الوقت اللي كانت وزاره الخارجيه بتتعامل مع اسرائيل الند بالند، الوقت اللي كان وزاره الخارجيه ليها ادوار في الصلح بين بلاد وبلاد تانية زي ما حضرتك شفت امبارح في المناظره، ده حاجه ممكن تبقى عايزه مناقشه طويله وبرنامج لوحده. لكن ربط السيد موسى الذي اقصي من النظام السابق وكان سهل جدا جدا على الدكتور ابو فتوح او اي حد خارج النظام ان يقول على فكره انا معارض، لكن من الصعب جدا جدا انك تكون داخل النظام وداخل المطبخ تمام وتعارض النظام. طيب شكرا، شكرا جزيلا لك سيد النظام. نبيل عثمان، وكل التقدير لانك اتحت لنا جزءا من وقتك اثناء الترويج لحمله السيد عمرو موسى من بني سويف، شكرا جزيلا لك. وبالتاكيد واثناء حديثنا هناك حوار اخر يدور ايضا عبر موقعنا على الانترنت وايضا في مواقع اخرى الفيسبوك وتويتر وغيرها، زميلي محمود منسي يتابع الحوار بشكل الكتروني. محمود، من الفائز بشكل او باخر ما بعد مناظره امس؟ محمد، من خلال مطالعة ما وصلنا من مشاركات لا يمكن تحديد الفائز الأكبر على وجه الدقة، فهناك انقسام شديد في الآراء بين من يرى أن الفائز هو أبو الفتوح ومن يرى أن الفائز هو موسى ومن يرى أن كليهما خاسرا. طيب وجهة النظر هذه تحديدا، من يرى أن كلاهما خسر هذه المناظمة على المناظرة عفوا، على ماذا يستند؟ محمد، أصحاب هذا الرأي يرون أن الاثنين فشلا في إظهار سمات شخصية ينبغي توافرها في شاغل منصب الرئيس. أيضا هناك من يرى أن كل منهما ركز على الإنقاص من شأن الخصم أكثر من التركيز على شرح برنامجه الانتخابي، وبالتالي يخلص بعض المشاركين من هذا الفريق إلى القول بأن المستفيد الأكبر من المناظرة هم مرشحون آخرون في الانتخابات. من مشاركات هذا الفريق عبد السلام أحمد شاركنا عبر صفحتنا على فيسبوك قائلا إن الاثنين أي المرشحين افتقدا الهدوء اللازم في شخصية الرئيس، افتقدا الموضوعية في توجيه الأسئلة، تبادلا الاتهامات، لم يظهر أي منهما كيفية إدارة برنامجه. بالصفحة نفسها كان لأميرة جبريل رأي مشابه حيث تقول باللهجة العامية المصرية: أول مرة أشوف مناظرة اللي كسب مش مشترك فيها، صباحي يكسب. وهذا طبعا في إشارة للمرشح الآخر حمدين صباحي. طب إذا كان هناك من يرى أن موسى وأبو الفتوح فشلا في هذه المناظرة، من يرى أن الكفة رجحت لأحدهما، على ماذا يستند؟ دعنا نبدأ ممن يرون أن الفائز هو أبو الفتوح.
هذا الفريق اعتبر أن أبو الفتوح بدأ متزنا وواثقا وأجاب بشكل مباشر وموضوعي على الأسئلة، بينما يرون أن موسى حاول التهرب من الإجابة على هذه الأسئلة. كما رأى البعض أن أبو الفتوح نجح في استغلال عمل موسى مع النظام السابق لإفقاده المصداقية. من مشاركات هذا الفريق مثلا عبد الرحمن موسى الذي يقول: أبو الفتوح كان أقوى من موسى وأوضح في الردود وأكثر تحديدا. وائل محمد يشارك الرأي إلى حد ما ويقول: المناظرة كانت لصالح أبو الفتوح لأنه استغل بشكل كبير نقطة ضعف موسى وعمله في النظام السابق مما جعله أكثر ارتباكا. ماذا عن وجهة النظر الأخرى التي ترى أن موسى كان منتصرا فائزا؟ بالنسبة لهذا الفريق، هذا الفريق يرى أن موسى أظهر تمتعه بحنكة سياسية وبصفات القيادة، وقالوا في هذا الإطار إن إجاباته كانت واضحة ومحددة. وبالمقابل انتقدوا تركيز أبو الفتوح على العاطفة واتهموه بالمتاجرة بتعرضه للسجن سابقا، كما اعتبر البعض أنه لم يكن محددا في عرض برنامجه الانتخابي. ومن مشاركات هذا الفريق عمرو أحمد الذي يقول: كنت من مؤيدي أبو الفتوح، لكن بعد هذه المناظرة أظهر قصر نظر وضعفا شديدا، مجرد شعارات يرددها ويجيب على الأسئلة بسرد مواضيع إنشائية ويزايد بصورة كبيرة بأمر اعتقاله. لما شاركتنا أيضا على فيسبوك وتقول: عمرو موسى قائد رائع ورجل دولة، أما أبو الفتوح فيستخدم العاطفة التي أرجعت العرب 100 سنة إلى الخلف. طب هذا عن المرشحين محمود، لكن ماذا عن فكرة المناظرة في حد ذاتها؟ محمد، في إطار تقييم المناظرة لفت انتباهي مشاركة أود استعراضها هنا. محمد صلاح الدين يقول إن أفضل ما قرأه من تعليقات على المناظرة يقول التالي: جاء الوقت الذي يجلس فيه المصريون على الأريكة بينما يقف مرشح الرئاسة لمدة ساعات ليحاول إقناعهم بنفسه وببرنامجه. بعيدا عن حرفية كلام محمد إلا أنه يعبر عن قطاع واسع من المشاركين الذين ينظرون بإيجابية إلى المناظرة الفريدة من نوعها ويستبشرون بها خيرا باعتبارها دليلا على التحول الديمقراطي، لكن بالمقابل يوجه أقلية من المشاركين انتقادات فنية للمناظرة وذلك من حيث أسلوب الإدارة. لا يبقى لي إلا أن أطلب منك تذكير بسؤال الاستفتاء محمود. محمد، سؤال استفتائنا اليوم هو: من المستفيد الأكبر من أول مناظرة في انتخابات الرئاسة المصرية، أبو الفتوح أم موسى أم مرشحون آخرون؟ سننتظر بالتأكيد الإجابة على هذا السؤال في نهاية هذا الجزء من الحلقة. شكرا جزيلا محمود، وما زلنا نحلل في هذه المناظرة التي ربما هي استثنائية أو تاريخية في مصر أو في أي دولة عربية أخرى، ربما فكرة المناظرة بين مرشحين للرئاسة. معي أيضا من مصر عبر الأقمار الصناعية السيد محمد عثمان، وهو أحد المشاركين في حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أستاذ محمد، يعني يمكن من أكثر النقاط التي وجهت لأبو الفتوح كانتقاد فيما يتعلق بمناظرة أمس أن حتى المؤيدين له خسر هو بعض الأصوات نتيجة لأن إجاباته كانت تفتقر إلى الثقة أو الدقة في المعلومات التي قدمت. لا أظن ذلك. يعني أولا المناظرة تعتبر مناظرة تاريخية في تاريخ العالم العربي كله، مناظرة جاية بعد ثورة، ما كناش نحلم إحنا كجيل أن يحدث مثل تلك المناظرات ونشوفها قدام عيننا. الناس كلها بتتبارى لتقدم نفسها للمصريين حتى يستطيعوا أن هم يختاروا من بينهم الأفضل اللي يمثلهم. إحنا كحملة وكفريق موجود مع دكتور عبد المنعم شايفين بالعكس، احنا المناظره بالنسبه لنا امس كانت مناظره واضحه جدا. الدكتور عبد المنعم عبر فيها عن كثير من مواقفه، ازال كثير من اللبس. يمكن كانت المناظره بصوره عامه انها كانت تجربه جديده للمصريين، الناس لسه مش متعوده على اسلوب المناظرات والهجوم المتبادل. طيب لكن فكرة تمرس السيد عمرو موسى على حتى مواجهة الكاميرات والحديث والخطابة، كانت هذه أيضا نقطة ليست في صالح أبو الفتوح، وكثيرون رأوا أنه كما ذكرت لك خسر جزءا من شعبيته، أن من يصلح كثائر ربما لا يصلح كرئيس.
لا بالعكس جدا، يمكن احنا لما رصدنا ما بعد المناظره هو العكس بالتاكيد. يعني الاستاذ عمرو موسى اللي مقدم نفسه كانه رجل دوله ورجل ذو خبره فقد اعصابه امبارح بالامس عده مرات بكثره، لم يجب على اي سؤال بشكل واضح، حتى في الاسئله الخاصه برنامجه الانتخابي برؤيته لتدبير موارده بشكل الدوله اللي هو بيراها لم يجب على اي سؤال بشكل واضح. طيب لكن هذا ايضا ينطبق محمد على السيد ابو الفتوح كذلك، او دعنا نقول على الاقل ان هناك من يرى ان ذلك ينطبق على السيد ابو الفتوح كذلك، هو اخطا في بعض المعلومات التاريخيه كانت اجاباته مثلما راى البعض تميل الى المراوغه احيانا كثيره وليست دقيقه المعلومات. انا اطرح عليك فقط ما يقال. لا اظن ذلك، الاستفتاءات اللي طلعت والاستطلاعات اللي خرجت بعد المناظره يعني اوضحت فكره او تقدم الدكتور عبد المنعم في يعني في وفي عرض الافكار وفي وضوح افكاره. انا برى العكس، يعني المعلومات والتي ادلى بها الاستاذ عمرو موسى وزير الخارجيه عندما يصف ايران بانها دوله عربيه على سبيل المثال، وكثير من الاخطاء وكثير من النقاط التي لم يجب عنها الاستاذ عمرو موسى رغم ما قيل عن تمرسه وانه رجل دوله وانه لم يجب على اي سؤال بشكل واضح، تهرب من كثير من الاسئله. طيب لكن ألم يتهرب ايضا الدكتور ابو الفتوح من الاجابه عندما سئل مثلا على المجلس العسكري وكيف سيتم التعامل معه او معاقبه المسؤول عن الاحداث التي تمت في فترته، وحقيقه ان الاراء تقول ان الاثنين تهرب من هذه النقطه. انا اظن بالرجوع للمناظره نفسها نجد ان اجابه الدكتور عمان كان اجابه واضحه جدا في فكره ان اختيار وزير مدني للدفاع حتى وان لم يكن الان لكن بعد فتره من الزمن، فكره انه كل من بلغ سن التقاعد يجب ان يترك مكانه، فكره ان رئيس الدوله هو الذي له ان 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 يختار وزير الدفاع، فكره معاقبه الذين قاموا بتجاوزات، وده كانت اجابته الواضحه جدا في السؤال عن موضوع كشوف العذريه. الدكتور عمان اوضح انه لا احد فوق المحاسبه، وكان تصريحه السابق لي بيوضح ان لن يفلت احد من العقاب. طيب. تجاوز في حق دماء او اموال المصريين. ابقى معي ودعني اتحول الى محمد ابراهيم لانه يريد ان يشاركك في الحديث. محمد ابراهيم من مصر، هنا سيد محمد عثمان يقول ان ابو الفتوح لم يخسر الكثير من المؤيدين بل بالعكس، هل تتفق معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في اول جدا ان المجلس العسكري والقوى الخلفيه كلها مش واخده بالها ان في اثنين لازم يطلعوا من الرئيس ده هيحصل عليها وقفات. طيب اعتذر لك محمد لان الخط شديد السوء، واتحول لاحمد انور من السعوديه عن ذات النقطه. هل ودعنا نعمم الحديث ليس فقط عن السيد ابو الفتوح، ولكن هناك بشكل عام من يرى ان نتيجه المناظره كانت لصالح مرشحين اخرين على راسهم الدكتور حمدين صباح. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام احمد، تسمعني؟ انا عايز اقول ان اللي حصل امبارح انا اعتقد ان الشعب هو المستفيد الاكبر من الخطوه اللي حصلت امبارح في تاريخ الديمقراطيه. طيب. واعتقد ان جميع المرشحين هم فايزين، حتى الشعب كمان فايز. واعتقد ان الاختلاف اذا كنا عاوزين نتكلم على اختلاف، وبعض الناس بنتقدوا ان ما اتكلمناش على البرامج، اعتقد ان البرامج كلها بالنسبه للمرشحين وخصوصا السبعه الكبار البرامج كلها واحده. ما فيش اختلاف جوهري بين برنامج وبرنامج، وخصوصا ان السبعه الكبار اللي هم المرشحين لا يوجد الا واحد بس هو الذي خرج عن طريق حزب، الذي خرج عن طريق حزب وهو محمد مرسي حزب الحريه والعداله. دي نقطه. ولكن بالنسبه لمناظره امبارح ارى ان شخصيه ابو الفتوح تتسم بالوضوح والشفافيه والجراءه والحماسه الثوريه، ولكن طيب لكن الغرض من المناظره هو اقناع الناخبين اما بتغيير الراي لصالح المرشحين او حتى من لم يقرر ان يحدد رايه لصالح ايضا احد المرشحين. ما تقوله يعني ان لا تغيير في حسبه الاصوات وان المناظره كانت فرصه جيده صحيح لكنها لن تغير شيئا؟
برضو انا اعتقد ان لسه احنا في سنه اولى ديمقراطيه، ودي اول مناظره تحصل ما بين اثنين منافسين متنافسين على رئاسه الجمهوريه، فمش لازم ان احنا نتوقع منها انها تكون حاسمه. ارى ان هيكون في مناظره ثانيه وثالثه، ومع الوقت المرشحين نفسهم هيستفادوا وهياخدوا الخبره اللازمه اللي يقدروا يتداركوا الاخطاء اللي كانت وقعوا فيها قبل كده. طيب شكرا جزيلا لك عادل. وسيد محمد اخذ منك تعقيب اخير، ويعنيني تحديدا النقطه التي ناقشتها مع عادل، وهي ان الاصوات البعض قال انها ستترك السيد موسى، ستترك دكتور عبد الفتوح، لكن ستتوجه لصالح مرشحين اخرين ربما مثل السيد حمدين صباحي. هل تخشى الحملة من هذه النقطة أن تذهب أصوات لصباحي؟ بلا شك. إحنا أول حاجة إن إحنا أستاذ حمدين بالنسبة لنا خيار آخر داخل نطاق الثورة، فلن نحزن من ذلك، لكن بالتأكيد فكرة أن يعني الخاسر هو من أو الكاسب هو من لم يحضر المناظرة، أظن دي فكرة مش صحيحة. كان زي ما كان المصريين بيقولوا قبل كده، لسه ما زال المرشح المنتظر لم ينزل انتخابات بعد. المرشحين كلهم معروفين، ادائهم في الشارع كله معروف، تاريخ الناس كلها معروفه. الكسب الاصوات، انا نرى ان احنا امس نجحنا في كسر فكره رجل الدوله اللي بيطرحها السيد عمرو موسى، واكتشفنا انه في الاخر مبارك جديد بنفس العنجهيه وبنفس شكل الغرور في التعامل وبنفس الاعتداء على الحريات وبنفس الاستبداد. نرى ان احنا كسبنا جزء من المتعاطفين حتى مع السيد عمرو موسى، وبنرى اننا نجحنا في اجتياز المناظره بشكل ناجح، ولا نرى بالعكس هي كل استطلاعات الراي بتعبر عن ان السيد عمرو موسى والدكتور عبد المنعم هم واحد واثنين في السباق الانتخابي. فهو فعلا دي اللي احنا خرجنا منها امبارح من المناظره بشكل واضح، ان لا بالعكس الدكتور عبد المنعم هو الان هو رقم واحد في السباق الانتخابي، لان فكره رجل الدوله اللي كان بيقدمها السيد عمرو موسى ثبت يعني نوعا ما تراجعها وفشلها. طيب شكرا ولا جزيلا. نرى انه من لم يشارك معنا قد نجح في هذا شكرا الامر جزيلا. شكرا جزيلا محمد عثمان. شكرا جزيلا محمد عثمان المسؤول في حمله المرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، شكرا جزيلا لك. وبالنقطه التي ذكرتها ايضا اريد ان اعرف وجهه نظر طارق ابو السعود، هو يتحدث الينا من كندا. طارق، محمد هنا يقول ان الحمله لم تتاثر كثيرا بمناظره الامس، ودكتور عبد المنعم ابو الفتوح ما زال يحتفظ باصواته. انت بعد متابعه هذه المناظره، هل ترى ان الكفه ما زالت تميل لصالحه اذا كانت تميل بالاساس لصالحه؟ انا شخصيا شايف ان الدكتور فتوح عمل كويس امبارح في معرض شويه اخطاء بسيطه جدا. اسئلته كانت لعمرو موسى ضعيفه، سيد عمرو موسى كانت اسئلته اقوى منه. دكتور عبد الفتوح برضه كان اتكلم بطريقه يعني ما تشجعش الليبراليين قوي على بخصوص الاحزاب الدينيه، بس على الناحيه الثانيه سيد عمرو موسى يعني انا شايف انه خسر كتير امبارح، يعني تهرب من الاسئله بانتظام تقريبا، اي سؤال كان بيرد عليه بسؤال. حالته الصحيه تهرب منها، ما شرحناش ازاي موظف يبقى عنده 3 مليون جنيه وبتاع حمله انتخابيه. طيب هذه النقاط من الناحيه العمليه، هل تعتقد انها كفيله بان ينصرف مؤيدي موسى عنه، ام ربما البعض يرى ان المصريين قرروا من قرر بالفعل، ولن تستطيع مناظره ان تغير في الامر شيئا؟ انا اتمنى المصريين يفكروا كويس، لان في حوالي 1000 شهيد دمهم راح، مش منطقي ان احنا ناخد الناس دي ونرمي دمها اللي احنا بنقول عليها في مصر بلاعه، ونتخيل يعني ننسى الناس دي كلها ضحت ونجيب حد ليه علاقه بالنظام السابق او حد ناصري مثلا، لان لو جبنا حد ناصري سنه 2010 فاكيد سنه 2030 او 40 هيجي لنا خليفه لمبارك. ارجع اقول لحضرتك يعني ان مثلا في اكاذيب، يعني انا مش صعب انتخب واحد بيتعامل على اكاذيب، يعني مثلا اتهم الدكتور فتوح بانه تحدث مع منى الشاذلي عن الرده، ومنى الشاذلي عن الهوى نفت الواقعه. الدكتور ابو فتوح كان المفروض يسال الدكتور عبد موسى او السيد عبد موسى هل هو لسه عند رايه يوم 8 فبراير تصريح للسي ان ان ال 12 في جريده الشروق اللي طالب فيه ببقاء نظام مبارك، وقتها كان في 680 شهيد مصري. طيب لكن اذا من حديثك الاثنان لم يقدما اداء جيدا، دعني اتحول لعادل عبد الله من الولايات المتحده، هل تتفق عادل؟
الو عادل، اسمعك بشكل جيد وانت على الهواء. طارق يقول ان سواء موسى او ابو الفتوح لم يقدما اداء جيدا بالامس، هل تتفق معه؟ والله يا استاذ العزيز احنا من ساعه المناظره بتاعت امبارح واحنا ماشيين في امريكا هنا نقول شفتوا الديمقراطيه بقت ازاي في مصر. طيب جيد، مبسوطين كلنا، بس احنا بنكعبل في شويه حاجات، اذا كان ده او ده كل واحد بيقدم مرشحه. بس احنا عندنا مشكله هنا، مشكله المرشحين الاسلاميين وكلهم ناس عظماء يميلوا في ولائهم الى الدول الخليجيه، والمرشحين الاشتراكيين يميلوا لدوله تاني. احنا عايزين مرشح يوقف مصر على رجليها في كل حاجه الا خط واحد اللي هو الامن القومي لمصر. ومين المسؤول عن الامن القومي لمصر؟ اللي هو الجيش. طيب محدش يجي جنب الجيش لان الجيش عمره ما يتعرف. ابقى معي عادل، وبهذه النقطه تحديدا ربما اتحول للدكتور عادل سليمان، هو مدير المركز الدولي للدراسات المستقبليه والاستراتيجيه. ما زال للمصريين نقاط كثيره يعتقدون ان هذه المناظره لم تقدمها. هم يمتدحون الفكره لكنهم يرون انها لم تاتي بجديد. الفكرة في حد ذاتها فكرة جيدة للغاية، وفتحت بابا جديدا بالنسبة للشعب المصري لم يألفه من قبل، أن هناك مناظرات، هناك سجال علني ما بين بعض المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في مناظرات وسجالات علنية. من حيث الشكل والفكرة فبلا شك فكرة جيدة وفكرة مرحب بها بالنسبة للرأي العام المصري. لكن هل هي فكرة تخدم هذا الرأي العام دكتور؟ لأن من الانتقادات أن البعض قال أن الرابح الأساسي هو الكيانات الاقتصادية وأموال الإعلانات التي بثت في القنوات التي عرضت المناظرة، والمواطن لم يغير من رأيه شيئا. بالطبع أنا أتحدث عن الفكرة من ناحية الشكلية، هي فكرة جيدة، ولكن من ناحية المضمون هناك بلا شك تحفظات رئيسية، لأنها من البداية المناظرة تمت ما بين شخصين اختراهما أصحاب رؤوس الأموال لتسويقهما للشعب المصري باعتبارهما أقوى المرشحان، وهذا بالقاطع يخالف الحقيقة، يعتبر نوع من ربما نسميه الغش السياسي، لأننا لا نستطيع ولا يملك أحد أن يقدم اثنين من المرشحين على أنهما أقوى المرشحين الآن، ولأننا لسنا في مرحلة الإعادة للاختيار ما بين أحدهما. فهذه نقطة موضوعية أساسية، وهذا اعتراض جوهري على الفكرة. إذا كانت الفكرة مبنية على أساس أن كل من يريد أن يدخل في مناظرة وإثنان يتفقان على التناظر فالقنوات هذه ترحب بهما، فكان هنا الأمر يختلف. طيب، ولكن هذا التسويق بهذه النقطة دكتور ربما نأخذ رأي طارق أيضا، لأن البعض يطالب بتكرار هذه التجربة، يطالب تحديدا بعقد مناظرات أخرى مع مرشحين آخرين كي يستطيعوا المقارنة. هل تؤيد فكرة تكرار التجربة مرة أخرى طارق؟ أنا شخصيا مؤيدة جدا، لأن يعني بتكشف لي حاجات كثيرة. يعني أنا شايف أن يعني الدكتور فتوح امبارح يعني وضح ان هو انسان صادق، يعني راجل سال على حل علاقته بالجماعه الاسلاميه، كل الحاجات دي اي حد يعني لو هيكذب هيقولها. انا بشوف الناس الثانيه بس الناس يعني فرصها مش موجوده. يعني انا ما اتخيلش ان انا لا اتذكرها من 18 طيب طارق، هناك مشكلة أيضا في الاتصالات، لا أعرف ماذا يحدث اليوم، لكن أتحول إلى عادل من مصر. وذات النقطة عادل، ما يتعلق بتكرار التجربة بأسماء أخرى، هل المواطن المصري يريد أن يستمع لآراء أخرى، مرشحين آخرين يتحدثون عن برنامج، أم أن تجربة الأمس ربما تجعلهم عازفين عنها لأنها لم تقدم جديدة؟ لا، بالقاطع المواطن المصري والناخب المصري في أشد الحاجة إلى مثل هذه المناظرات مع كل المرشحين.
من يريد منهم أن يناظر آخر فليتقدم، ويجب أن ترحب به وسائل الإعلام وتنظم مثل هذه المناظرات حتى يتعرف الرأي العام على أفكار كل المرشحين، وحتى يكون لدى المرشحين أيضا نوع من الجدية والالتزام. وهل من مصلحة المواطن أن يوضع مرشحين ربما يتقاربا إلى حد ما في الفكر، بمعنى أنهما ينتميان إلى ما يعرف بالمعسكر المؤيد للثورة مثل صباحي وأبو الفتوح مثلا في مناظرة؟ بالطبع بالطبع، هذا ربما يكون من الأفضل حتى يحسم المواطن اختياره على أيهما يختار، لأن المواطن لن يختار اثنين أو ثلاثة، هو سوف يختار مرشح واحد وعليه أن يختار ما بين المرشحين. حتى لو كان هناك عدد من المرشحين ينتمون إلى تيار واحد، عليهم أيضا أن يتناظروا ويقدموا برامجهم ويقدموا رؤيتهم. نعم. لأننا نلاحظ أنه لا يوجد حتى الآن مرشح قدم لنا برنامجيا واضحا عمليا ماذا يرى في مستقبل مصر، ما هو شكل النظام الذي يريده أو يتمناه لمصر ويدعو الناس لدعمه في هذا الاتجاه. الثورة عندما انطلقت نادت بإسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، إذن نحن لا نريد نفس النظام ويأتي شخص ليقول أنني سوف أصلحه، ولكن نريد مرشحا يقول لنا رؤيته للنظام. طيب. السياسي الذي يطمح إليه الشعب. طيب عادل جابر من مصر، هل كانت هذه الرؤية، رؤية النظام السياسي القادم، واضحة في مناظرة أمس؟ أنا شايف أن اللي حصل ده عبارة عن أمل، أمل لمصر في حالها. الأمل ده اتحقق مع أول المناظرة دي. الواحد حس أن الثورة بدأنا نحس أن في أجواء ديمقراطية موجودة، بغض النظر عن مين اللي يكسب، سواء الدكتور عبد المنعم او الدكتور او الاستاذ عمرو موسى. القصه ان احنا حاسين ان احنا ماشيين، يعني حاسين في بلد محترمه، بلد بتقدر الانسان المصري، واحد جاي عشان يخدمك مش عشان احنا نخدمه، من اجل المواطن المصري، من اجل الرفاهيه. انا شايف ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح كان واضح جدا في كل اجاباته. الاستاذ عمرو موسى ما كانش واضح، كان حاجه بالظبط، يعني كان كل اراءه كانت غير واضحه، وحتى كان الواحد كان بيحس ان هو بيتكلم بيحرك جسمه اكتر ما بيتكلم، ده دليل ان هو كان مضطرب جدا جدا جدا. طيب احنا اتفضل. طيب عن هذه النقطة تحديدا دكتور عادل، ولغة الجسد ولغة الحديث وربما حتى طريقة اللبس في حد ذاتها، هل خدمت أحد المرشحين عن الآخر باختصار أرجوك؟ بالقطع ربما تكون خدمت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أكثر مما خدمت السيد عمرو موسى. السيد عمرو موسى قدم نفسه شكلا ومظهرا بأنه يريد أن يتولى ويتبوأ زعامة محل مبارك، ولكنه لن يكون بمثل السوء في سياساته. لا جديد، لا نظام جديد، لا رؤية جديدة عن نظام سياسي ممكن أن تكون مصر نعم بتطمح إليه وتصبو إليه. طيب دكتور عادل، أدعوك أن تبقى معي في الجزء القادم من حوارنا هذا على أثير بي بي سي، لكن أتحول سريعا قبل نهاية هذا الجزء الأول من حوارنا لغرفة الأخبار، نتعرف معكم مع محمود منسي على نتيجة الاستفتاء. محمود. محمد، سؤال اليوم: من المستفيد الأكبر من أول مناظرة في انتخابات الرئاسة المصرية؟ حتى الآن 39% قالوا عبد المنعم أبو الفتوح، 33% قالوا عمرو موسى، 28% قالوا مرشحين آخرين. وبالطبع هذه النتائج تعكس آراء المشاركين فقط وليست قياسا للرأي العام. طيب أبو الفتوح إذن في الصدارة، لكن الفرق ليس بالكبير. ربما علينا أن نستمر في متابعة هذا الاستفتاء معكم الذي يستمر على موقعنا bbcarabic.com، لكن حوارنا يتواصل على أثير بي بي سي بعد قليل معي محمد عبد الحميد.